على الفقراء وغتديو الاجر واظهر لي انا تطهروا نفوسكم من حب المال وحب التعطيل. فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم إيوا ربنا تاب عليكم غفر لكم لأنه عارف حالكم عارف أن القلب ديالكم كي كان ثم ما درتش ليه وقلبكم عام بما لي كله. قال له لا قال في الشطر قال له لا قال في الثلث قال في الثلث والثلث كثير. قال له واش نوصيب المال ديالي كله وصية والوصية غير الوارث توصي لواحد ما عندك علاقة به ما هو من ولادك. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا وردوا البال واسمعوا انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم فقراء على جن يتكففون الناس. الا خليتي وليدات في الورثه ديالك اغنياء بداك المال اللي خليتي لهم احسن ما تخليهم فقراء يبداو يديو ديهم. لهذا دي الايه اشرقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقه غتبداو تخرجوا صدقه غتوليو فقراء. خفتم من الفقر اش فقتم معنا خفتم من الفقر. الى كل مره بغيتو تمشيو تناجيو النبي صلى الله عليه وسلم غتعطيو داك البركه ومره كتعطيو مره ما كتعطيو ما كاين باس. فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم صلوا في الوقت ديالها وتاديوها كما يجب بركوعها وسجودها وباقامتها وبقراءتها وبسلامها يعني سعيد الاقامه ديال الصلاه. ثم واتوا الزكاه اعطيو خرجوا الزكاه ديال المدينه فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الله ورسوله فيما امر وفيما نهى. الا ما كنتيش ديروا هذا الامر هذا اللي هو تعطيو كل مره بغيتو تدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بينكم وبينه كل مره بغيتو تدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بينكم وبينه كل واحد فيكم بغى يدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بينكم وبينه يدير واحد الصدقه ولا ما كانش عارف انكم خايف ما بغيتوش توليو فقراء عاوتاني تبداو تمدوا يديكم اش فقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقه فاذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم ربي تاب عليكم. الله خبير بما تعملون عارف راه خبير بما تعملون اي راقبوه فلا تفرطوا في طاعته. خذ بالك ربي عارف مطالع خبير بما تعملون من الخبره يعني يعرف دقائق الامور.